فاجأتيني بعد هذا الخبر اللي قلت لي بأن حسب بعض شي مواقع كيقول لك بأن النقيب زيان وقف شعار مدير السجن بأنه توقف عن إضراب الطعام. وغريب لأنني أنا في الساعة فاش خرجوا الأخبار وانت تلقيتيها أنا كنت معاه في السجن، دونك ما عنديش التليفون وما عندناش الوسائل، دونك عاد خبرتيني بقيتيني طلعت شوية. كيقول لك حسب مصدر، هذاك مصدر ما عرفش شكون هو، شي مصدر خيالي شي مارت ولا شي رجال الفضاء ما عرفتني جايين. قال لك مصدر شكون هو هذا المصدر، عطيني وعطيني سميتو وعطيني شكون هو بالضبط. يعني انا كنقول لك علي رضا زيان كمصدر وجهي بوجهي كنقولها لك، النقيب زيان باقي مستمر في الاضراب الطعام ديالو اللي بداه البارح. انا عاد تفرقت معاه وهو ما غاديش يوقف الى حين اطلاق سراحه، لانه كيعتبر ماشي ما كيحتش عن الظروف ديال الاعتقال ديالو. داكشي اللي جا دابا ندويو عليه، داكشي جا في واحد البلاغ ديال الاداره البارح لانه عنده التليفون والزيارات. داكشي ماشي مشكل، داكشي كاين فعلا شكرا. داكشي ما عندوش مع مشكل مع الاطور اللي في السجن والحراس، ما عنده حتى شي مشكل مع ديك الناس. هو عنده مشكل مع السبب الاعتقال ديالو، مع الحكم اللي تحكم عليه بثلاث سنين، مع واحد المسطره جديده اللي خرجوها له ولا العقوبه غاديه فيها حتى ل 20 عام. واحد السيد عنده 81 عام غتحكم عليه ب 20 عام، غيوصل ل 100 وسنه اذا طول الله في العمر. هذا في الحقيقه اما بغيتي تحكم عليه بصفه مباشره بالمؤبد، يا اما كتسناو انه يموت في السجن. فبالتالي علاش نبداو من دابا الاضراب على الطعام ويموت بسرعه؟ هكاك ديك الناس اللي باغيين تخلصوا منه يتهناو منه من صداع يتهناو، وفي الطيناش غادي يوقع. تاد واحد السيد عنده 81 عام محكوم عليه بثلاث سنين بواحد الحكم اللي هو كيعتبر بانه ما تمتاش بالمحاكمه العادله. المغرب كان قرارات ديال المجلس ديال الامم المتحده حقوق الانسان اللي كيترأسوا الامم المغرب، عدد ديال القرارات اللي كتاكد ان محاكمه سليمان الريسوني ما كانتش عادله، ديال توفيق بوعشرين ما كانتش عادله، زيان حتى هو كيعتبر بان المحاكمه ديالو ما كانتش عادله، منظمات حقوقيه ذات اهميه وطنيه بحال لايم دياش اولا دوليه بحال امنيستي ولا هيومان رايت واتش واخرين يعتبروا بان ما تمتش بمحاكمه عادله، وبغيتي يقبل هذا الحكم. ثلاث سنين كتقولوا انت متهم بخيانه الزوجيه، في حين ان ما عندكش الوسائل الاثبات القانونيه اللي كتقول لك بان الخيانه الزوجيه تثبت بحاله التلبس ولا المراسله ولا الاعتراف. ما عندك لا مراسله لا اعتراف لا تلبس، وما عندكش حتى الشكايه ديال الزوج وخطيه من اجل الخيانه الزوجيه. كتقول لي دايرين ليه التحرش الجنسي على اساس واحد واحد السيده، جابتي واحد السيده دايره فيه شي ميساجات وشي تصاور ما عرفناش منين جايبه ديك الشيء، واش مفبرك وما عندكم حتى شي خبره في ديك الملف ولا عنده شي خبره على ديك التصاور وديك لي واتساب يعطيها ليا؟ ما كايناش في الملف، انا كنعرف الملف. كتقول لي بان هرب مجرم من المغرب عبر الحدود، ما كتقولش اين حدود وكيفاش وامتى، وبغيتي يقبل هذا الحكم؟ لا، محمد زيان ما قبلش الحكم ديالو، كيعتبر بان تمت محاكمته بمحاكمه غير عادله، علما ان في الاستئناف ما كانش حاضر، هذا بعلم الجميع. وان القرار ديال محكمه النقد ما كيقوليناش بان ما ناقش معنا الجرائم، غالبا في الحيثيات ديال القرار ديال النقد كيقول لك بان نظرا ان هذا الشيء ما ترتيش امام محكمه الاستئناف ما عندكش الحق تديرو امامي. ما جاوبناش كاع محكمه النقد، مشات في واحد الطريق تقني مسطري، ما نقصناش الحقيقه. الواقع هو ان اليوم عندنا وزير حقوق الانسان في السجن لانه تكلم، كتقول اهانه موظفين عموميين، وهو كيتكلم بصفته محامي في اطار واحد الملف. لان باش تكون عندك اهانه الموظف العمومي خصك تكون القصد ديالك انك تهينه، وما كانش القصد ديالو انه يهين شي موظف، القصد ديالو كان انه يدوي على واحد الملف كيتولى فيه الدفاع عن موكله. ما كانش القصد ديالو يهين الموظفين عموميين والمؤسسات، لان القصد ديالو ما كانش هو المس بالشعور ديالو، لان القصد ديالو كان كيتكلم بصفته زعيم حزب كيتحاور مع المغاربه بشان المغرب، واحد النظره عنده على المغرب. كيفاش بغيتي يقبل هادشي كامل؟ فبالتالي هو قرر انه غادي يخوض اضراب على الطعام ابتداء من البارح،
الى حين اطلاق سراحه، الى حين ان ياخذ من الامانه امانته. الاقل هو بحال اللي قال لي قبيله، الاقل غادي متشاهد. ايوا الحمد لله، حتى حنا كولادو غادي نكونوا مفتخرين بانا متشاهد في السجن. غالب الله الامر بيد الله، ما نبغي والوش، الله يطول في عمره. ولكن اذا كانت كتبت عليه، كتبت عليه في سبيل الوطن، في سبيل المغاربه، المغاربه يستحقوا هذه التضحيه. بحال اللي قال لينا البارح في الجلسه ديال اللي دازت في المشواره، قال انا قال هذا نضال، قالها امام امام قضاه، قال هذا نضال، كاين اللي غيموت، كاين اللي غيمشي للحبس، كاين اللي غادي يتكرفس، كاين اللي غيمشي له رزقه، كاين اللي غادي تمشي له خدمته. ولكن هادشي كله في سبيل اننا نبنيو واحد الوطن، واحد النموذج اللي غيمكننا كلنا نعيشوا فيه ونكونوا مفتخرين به. ما تنساوش المغاربه بان في الاول ديال الثمانينات المغرب كان قدام اسبانيا، المغرب كان طور على اسبانيا. اليوم وانا كنعرف اش كنتكلم، لان عائلتي اسبانيوليه وكنعرف اسبانيا مزيان. اليوم اسبانيا من بين العشر الدول الاولين في العالم، يعني ممكن نوليو حتى حنا بين العشر الاولين في العالم، لان اسبانيا اللي كانت مورانا اليوم قدامنا، parmi les 10 premières puissances économiques mondiales. دونك ممكن البرتغال حتى هو كان مورانا ودابا قدامنا، اليونان كانت مورانا هي قدامنا، دونك ممكن. هذا خص ضروري، خص ضروري التضحيه. الغالب الله اش غادي نديروا، انا حزين كيضرني خاطري، ولكن الغالب الله اذا كانوا اذا كانت التضحيه ديال الاب ديالي غادي تعاون المغرب والمغاربه انهم يطلعوا، حنا مستعدين المغاربه نضحيوا من اجلكم، وتستحقون نضحيوا من اجلكم، لانكم شاب يستحق التضحيه، لان الدعم ديالكم وانا غادي في الشارع ما كننساهش. فاش كتوقفوني وكتسلموا عليا وانا لا احد، ماشي شي حد، انا والو، غير واحد البشر عادي، عمري ما درت شي حاجه ولا بنيت ولا، ولكن فاش كتكبروا بيا فعلا انتم عارفين اش كاين. وبالمناسبه انا حاولت نقنعو انه، لانه هو كان مضرب على الطعام وعلى الماء، الاكل والشرب، انا قنعته بانه على الاقل يشرب الماء، لان مع بعض الاصدقاء اللي دازوا من هاد التجربه وبعض اصدقاء الاطباء قالوا لي راه نظرا للسن ديالو اذا ما كلاش وشرب راه ما يمكنلوش يفوت واحد 4 ايام ولا 5 ايام. دونك شوف كيف تقنعوا يشربهم. بقيت معاه واحد الساعه ديال الماء انا وكنحاول. لا هو فهاد الساعه هادي راه مزيان، انا بان لي راه فهاد الساعه باقي واقف، لانه هو كلنا الناس اللي كتعرفوا بانه الجوع ما كياثرش عليه في الاول. هو كان كيجي وكان كيخدم من 9 الصباح ل 7 العشيه بلا ما ياكل بلا ما يتغدى، طبيعته هكا، يقدر يشد 24 ساعه بدون اكل ولا شرب، ما عندوش مشكل في داكشي. ولكن الامور كتطور، رجل عنده 81 عام. اصدقائي الاطباء كانوا البارح قلقين عليه. المهم فهاد الساعه راه مزيان، ولكن حنا غادي نشوفوا. مي هو راه مستعد للتضحيه، وديك الهضره ديال ديك الناس اللي جالسين كيروجوا هاد الاكاذيب كفى. مصادر من المصادر، اسي خرج بوجهك ولا عطيني شي حاجه. بحال البارح كاين مصدر رسمي انا ما قريتوش، انا قالك كاين بلاغ ديال المندوبيه، اياه كاين، ما قريتوش، قلتوا لي شنو فيه، على عين هو كينفي تماما وقوع ديك الواقعه ديال ان لاح شي تبصيره ولا شي صينيه على شي حد. قال لك هادشي غير صحيح. في السجن فاش دخلت المعاملات ديال الموظفين عاديه معاه بالاحترام الواجب، ما كاينش شي حاجه، ما حسيتش انا كاين شي مؤاخذه من اجل شي تصرف. هذيك اذا خديتي ديك البلاغ ديال اليوم مع ما يجري في الصحف هذا الصباح، كتعرف بان القضيه راه مهمه، هذه قضيه دوليه. ديك اللعب ديال الدراري ديال اجي نخرجوا الاخبار الكذوب باش نعاودوا نشوفوا كيفاش ندوخوا عباد الله، شي راه مهم. رجلائي الدوليه كتكتب، هذا راه وزير حقوق الانسان، هذه راه رمزيه، وزير حقوق الانسان في الحبس في المغرب، وانت كتراس المجلس ديال حقوق الانسان، واخا القرارات ديال المجلس ماشي الزاميه، ولكن كاين واحد الصوره لواحد البلاد كتلعب. دونك كفى، دا كاين شي معقول مرحبا، ولكن هذا اللعب هذا الافضل ان هذيك الناس يبقاو بعيد من هذه الامور اللي كبيره عليهم بزاف. ما يجيوش يدخلوا راسهم شي حاجه كبيره عليهم.